لا تحذرن فما يقيك حذار إن كان حتفك ساقه المقدار وأرى الظنين على الحمام بنفسه لا بد أن يفنى ويبقى العار للضيم في حسب الأبي جراحة هيهات يبلغ قعرها المسبار فاقذف بنفسك في المهالك إنما خوف المنية ذلة وصغار مهاشم إن كنت تسأل هاشما بعد الحسين ولا نزار نزار ألقت أكفهم الصفاح وإنما بشبى الصوارم تدرك الأوتار هذه نساكم من بلد إلى بلد أين الحمية أين الغيرة آه ما هاشم إن كنت تسأل هاشما بعد الحسين ولا نزار نزار ألقت أكفهم الصفاح وإنما بشبى الصوارم تدرك الأوتار هذه أمية لا سرى في قطرها غض النسيم ولا استهل قطار ما الذي جرى قال أضحت برغم أنوفكم ما بينها بنسائكم 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 تتقاذف الأمصار من كل باكية تجاوب مثلها حزنا به قلب الدين وهو أوار كلكم يحفظ هذا البيت حملت على الأكوار حملت على الأكوار بعد خدورها الله الله ماذا تحمل الأكوار يردون عنك ياخذوني شمروخ ولا يبعروني أنا نخيت خوتي لا جاوبوني خويا خويا لا تقول ما عندي شمروة ولا تقول ضيعتي الإخوة شوف الشمر بيا إيش سوى يا ما هو صوته علمتني تلو محنة 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 زجر يا حسين من بعدك محنة يا وشمر وعدك ما بيهم محنة يا أراد
راسك على راس الرمح محنى بدماه بس دير العين له. ودعتك الله يا جسد حامي الضعينة ساقوا مطايان العداية وعنكم مشينا. ودعتك الله يا ذبيح ما احتضب ما عنك يا نور العين سافرت بيته يا مقطعي الأوصال. أيوة حسينا نعم هذه أول مصيبة تنظر إلى أخيها مقطع بالثرى. يا مقطعي الأوصال لو يحصل على هوى ما فارق جسمك يا سلطان. ودعتك الله سفرتي صعبة وطوي يا حجاب صوني ناقتي عجفة وهزي وما حد بقى منكم يا خوتن التجيلة يا غير العليل على الناقم قي. ودعتك الله يا شهيد انظل عريا يا ليت خلوا لك يا خويا ثيابك اجفا سقض على الشايم والي الضعن وجعايا ومن الألم صاب الحريم بس يدير عينه. وداعت الله يا عرا يا بحر ليش أما هذه أبيات من العطية تقطع النفوس فاتهم نفسك إذا ما تبكي يلا انحني وبكي اذكر ما جرى على الحسين. احنا في فاتحة الحسين وفي فاتحة هذه المؤمنة. وداعت الله يا عرا يا بحر الشمو صرعوا عليكم يا اخوتي خيل العدا انا اقعد وياكم لو اقايا واتبعوا الروح بيتامكم شمر الخنايا قوض وضعوا. وداعت الله يا قمايا يا هاشم يا سردة نايم بجنب المشرعة يا وضعني الحرم شاف من يعدل الهودج يا خو يا لوقه من يعدل الهودج يا خو يا لو صغى ومايا ويلي على المسنات ما تقوم اندهينه. ولكن الأمر لله عليه توكلت وإليه أنيب ولا عدوان إلا على الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
قال الجليل في محكم كتابه المنيف وخطابه الشريف: بسم الله الرحمن الرحيم، ووالد وما ولد، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية من الآيات التي فسرت بتطبيقها على الحسين سلام الله عليه، ومن هنا يوجد عدة تطبيقات لا تتعارض، لأن هذا التفسير تفسير تطبيق، مثل ما يعبر المفسرون بيان المصداق مو المفهوم، المفهوم واحد لكن المصداق متعدد، فلا تنافي بين الأقوال المتعددة في تفسير الآية. ووالد وما ولد، هذا معطوف على الآيتين اللتين قبل هذه الآية، يعني في سورة البلد يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد، يعني وأقسم معطوف على السابق، ووالد وما ولد. زيد معطوف على السابق، كيف تقول أقسم؟ هو يقول لا أقسم. لا، الجواب هناك تفسيرا أو اتجاهان في التفسير. الاتجاه الأول يقول لا، هذه لا زائدة، زائدة يعني من أجل التأكيد مو أكثر، من أجل التوجيه أو من أجل شيء آخر، يعني كأنما قال أقسم بهذا البلد، فلا زائدة لا معنى لها، لا معنى لها، بمعنى أنه لا يراد بها معناها الأصلي وهو النفي، فيقول لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، بعد نفس الشيء كأنما قال لا أقسم بوالد وما ولد، يعني أقسم، إذا لا ليس لها معنى النتيجة شنو؟ أقسم. والقسم من أجل توجيه عناية المخاطب إلى المضامين والنعم والمعاني الكثيرة الموجودة في الوالد وما ولد، هذا اتجاه. الاتجاه الثاني يقول هذه لا نافية، تفيد النافي على معناها الأصلي، ولكن يريد يقول أنا ما أحتاج إلى أن أقسم لبيان فوائد الوالد وفوائد شنو؟ ما ولد. يعني شنو؟ يعني يقول هذا وصل إلى درجة من الوضوح لا يحتاج أن أؤكده لكم وأقسم عليكم بالاتجاه والتأمل والتفكير والتدبر فيه، بل هو جدا واضح، فتدبروا في معاني، فتدبروا في ما يكون منه. زين، إذن أخذنا بهذا أو هذا، يقول على أنه هناك شيء مهم مودع في هذا الذي أقسم به، يعني على غرار القسم في الآيات الأخرى في القرآن لما يقول والتين والزيتون، يعني يقسم، الواو هنا القسم، والتين والزيتون، يعني يقسم، يريد يقول ترى فيه فوائد كثيرة، هذا التين، هذا الزيتون فيه فوائد شنو؟ كثيرة، فوائد متعددة في التغذية، تدرس في علم التغذية، لكن القرآن قبل هؤلاء قال لا، هذا أنا أقول لك فيه شنو؟ فيه فوائد جمة في التين وفي الزيتون، سواء كان الزيتون والتين المادي أو التين والزيتون المعنوي اللي فسر مثلا بالشخوص العلوية، بالنفوس القدسية. هنا نفس الشيء يقول ووالد، يعني هناك أمور مهمة في الوالد وفي الذي ولده وما ولد. هذا شنو معناه؟
معناه أولا أنه يراد بالوالد وما ولد هو الولادة، يعني يراد الأب الكبير والإب، لذلك الوالد الأب أو الأم وولدهما، يعني الولادة إلا نعبر عنها أن فلان ابن فلان ولد فلان. وقد يستخدم القرآن مادة ولد وولد ووالد ويراد الصغير، ألم نربك فينا وليدا، وليدا يعني كنت صغير، مو أبو مو أمه، هذا فرعون قاعد يحكي وجماعته ربوا نبي الله شنو موسى، ألم نربك فينا وليدا مثلا. فيراد المعنى الأول لهذا المعنى الثاني، وقد يستخدم ويراد المعنى الأول والمعنى الثاني، هذه مقدمة. هناك أقوال، ووالد وما ولد، القول الأول الوالد هو آدم، والمولود هو مطلق ذرية شنو آدم. خب هذا يوجه الناس، هو هذا القول، القول الثاني يشبه، يوجه الناس إلى الفوائد في هذا المعنى. ووالد وما ولد، القول الثاني يقول فقط مو ذريته، يراد من ذريته الصالحين، الأنبياء الأوصياء الصالحين، أما في ذرية آدم من هو شنو مثل قابيل، هذا ما في فائدة يقسم به، مثل أبو جهل هذا ما في فائدة يقسم به، هاي من ذرية منه، من ذرية هذا اللي قتل الآلاف بقنبلة هدريجينية أو ما أشبه ذلك، هذا من ذرية آدم، خب هذا ما يقسم به. فيقول لا، القول الثاني يقول آدم مع من؟ مع ذريته الصالحين، الوالد آدم وما ولد أيضا ذرية آدم. يقول أنت لو تتأمل في هذا المعنى يعجبك القرآن، يقسم للتعجيب، يقول لأن آدم شوف خلق من طين، شوف أولاده شلون خلقهم، ذرية آدم شلون الله خلقها، خلقها فيها لحم، فيها جلد، فيها غضاريف، فيها رموش، فيها عظام، فيها أشياء عجيبة غريبة ما موجودة في وين؟ في الأب. الأب مادته الأصلية فقط شنو؟ قول وياي شنو مادته الأصلية؟ الطين. متأكد؟ أريدك تنتبه، أنا اخترت الآية قصيرة والعياذ بالله من كلمة أنا حتى نمر بها، يعني توجه الآن بننهي الحديث. المعنى الثالث قال ووالد وما ولد، يعني محمد، اللهم صل وسلم محمد وآل محمد، وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الوالد وأمته ما ولد، أو نفس هذا القول تفريع فيه، الوالد هو رسول الله وما ولد هو ذريته الطاهرة. هذا رقم كم صار؟ رقم ثلاثة مو؟ رقم أربعة، ووالد وما ولد، يراد نبي الله إبراهيم هو الوالد، وولده هو من؟ هو إسماعيل. يقول هذا عليه دليل من القرآن، وذلك نفس الآية الأولى والآية الثانية لما قال لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد، وهذا ناظر إلى من رفع البيت وهما إبراهيم وإسماعيل كما تقدم في ليلة سابقة. فإذا هذا التفسير يقول عدنا قرينة من نفس أجواء الآيتين السابقتين، فهو يتحدث عن إبراهيم ووالد وما ولد. ولو تأملت في نبي الله إبراهيم لوجدت إن الأديان السماوية الثلاثة كلها تنتهي لمن؟ لإبراهيم عليه السلام.
ووجدت الأمور الكثيرة في أيضا في نبي الله إسماعيل، لو تأملت في معانيه وتأملت في قطوفه الدانية لاقتطفت الكثير. فهو يقول تأملوا، شوفوا هذا الوالد وشوفوا هذا الذي ولده. التفسير التطبيق الخامس هو أن الوالد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما ولده هو الحسن والحسين، وفي رواية ثانية الأئمة كلهم من نسل الحسين سلام الله عليه. هذا الوجه الخامس اللي احنا نقول المفروض اللي يريد يعرف عظمة الحسين سلام الله عليه يقتطف المعنى من هذه الآية. عظمة الحسين كبيرة وكثيرة، هذه الآية تشير إلى معنى، إذ أن الله يقسم بهذا الوالد وهو أمير المؤمنين، وما ولد وهو الحسن والحسين سلام الله عليهما. هاي الأقوال ما في تنافي بينها، إذا تلاحظون هي في التفسير جعل كل واحد تفسير من التفاسير، بس ما يوجد يا أخي شنو تنافي بينها. يمكن أن يكون كل هذه التفاسير لمفهوم واحد، عظمة الوالد وعظمة شنو ما ولد، والوالد يتمثل تارة في آدم، تارة في تارة في إبراهيم، تارة في نعم أمير المؤمنين، تارة في نبينا الأقدس محمد صلى الله عليه وآله، وهكذا. بالنسبة لما ولد نفس الشيء، ما في تنافي. بعبارة أخرى أن الولادة قسمان، ولادة جسمانية وولادة شنو وولادة روحانية. الولادة الجسمانية تتمثل فيما يكون أب يتزوج امرأة يكون أسرة وينجبان طفلا. يقول انظر شلون مرت المراحل، أولا النزع من قبل الرجل على المرأة، ثم إيداع تلك النطفة في القرار المكين، ثم مرورها بالأطوار إلى أن تضع تلك الأم ولدها في حالة عصيبة، بحيث يكونها خروج روح من روح، يعني مثل الموت، خروج روح من إيش؟ من روح. يقول هذه الولادة الطبيعية الجسمانية يكون الإنسان يتوجه إليها، وراح تترتب على ذلك أمور أخلاقية، يعني هي تبدأ مادية لكنها تنتهي إلى أمور معنوية، إذ من خلال تلك الولادة الجسمانية يتعلق الأب بالابن وتتعلق الأم بالابن، محبة خاصة تصير بينهم، أيضا حقوق تتولد، هي كلها أمور معنوية. فمن خلال هذه الأمور اجي الأمور التشريعية متكئة على القاعدة الطبيعية والمادية والجسمانية. بدأت المسألة جسمانية انتهت شنو معنوية، وإذا حقوق تتولد، وبالوالدين إحسانا. هاي المعنويات الأخلاقية ترتبط بالولادة شنو الجسمانية. يقول تفكر في هذه الولادة التي هي تتم بين والد وبين شنو مولود. يقول على هذا الأساس اجي ضوابط أخلاقية تعمق هذا المعنى، أن هذا لا يفرق بين البنت والذكر، المولود كان ذكرا أو كان شنو أنثى. ولذلك بالعكس ورد على أنه من يمن الرجل أن يولد له أول مولود أنثى، هذا يمن وبركة أن يولد له شنو أول مولود أنثى. يقول مو مثل مفاهيم الجاهلية إلا كانت شنو تأيد البنات تقتلهم تراهم عارا، لا جاء ليبدل الأمر تماما. إذن الولادة الجسمانية لها مثل هذه الآثار الكثيرة المبسوطة في الفقه وفي الآيات والأحاديث، هذا يتكئ على إيش؟ على هذا الجذر والأساس المادي، انفصال ولد من بطن أمه بسبب شنو مقاربة الأب
لتلك الوالدة، المولود يأتي منهما. يقول هذا معنى عميق أقسم به، تأملوا فيه تدبروا فيه، ووالد وما ولد. هذه الولادة شنو؟ الجسمانية. عندنا ولادة روحانية، ولادة روحانية مثل أبوة النبي لهذه الأمة، كما قال أنا وعلي أبوا هذه الأمة. أبوة روحانية مثل أبوة الأستاذ لتلاميذه في الصف والمدرسة. هذا الأب، نعم، الروحي، مثل العالم الموجود في المنطقة اللي يصلي بالناس جماعة ويجمعهم ويفسر لهم القرآن ويجلس وياهم ويعلمهم الأحكام الشرعية، اتقاء بمن؟ نعم، بالأئمة اقتداء بالأئمة الأطهار سلام الله عليهم. وهكذا يقول هذه أبوة روحانية، هذه موجودة في الحسين وموجودة في أمير المؤمنين. ولذلك أبوة أمير المؤمنين لنا أبوة روحانية كأبوة الأنبياء، من أرقى الأبوات. فمن هنا الرواية عن الإمام الصادق قال سلام الله عليه: ووالد وما ولد، يعني علي والحسن وإيش والحسين. ومن هنا سواء فقد الأب أو الأم، الوالد مقصودنا الأم والأب، فقد الأب أو الأم شنو؟ الجسمانية، الولادة الجسمانية، أو فقد الأب والأم شنو؟ الروحانية. بل قد يكون الأب الروحاني أكثر إيلاما وحزنا، كما بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحسين سلام الله عليه. فإن أبوة الحسين وأبوة أمير المؤمنين لنا أعظم من أبوة آبائنا وأمهاتنا، ولذلك إحنا نتسلى بالذات بإيش؟ بمصاب الحسين نتسلى. إذا واحد فقد عزيزا عليه، فقد أبا، فقد أم، فقد أخا، فقد ابن عمه، مثل ما يقول ابن فايز: وإذا ابتليت بمعضلة وشقيت جيبك اذكر حبيب المصطفى، تنسى حبيبك لما ذكرت مصيبته، الله يثيبك. وكل البكا والنوح والضجة على حسين. فكيف إذا فقد الإنسان الوالد ذا الاعتبارين؟ الاعتبار الولادة الطبيعية الخارجية الجسمانية، أو اعتبار الولادة أيضا شنو؟ الروحانية. كما زينب لما فقدت الحسين، زينب الحسين مو بس أخ لها بسبب الولادة الجسمانية، أيضا هو أب لها بسبب الولادة الروحانية، لأن هي أدرى وأفهم من يعرف هذا المعنى الذي ذكره الإمام الصادق بالنسبة للحسين. وكان الحسين معها سنين طويلة، حتى بعد زواجها ما كان يصبرا عن بعضهما البعض، فهما يتوقان مع الحسن إلى ذلك الحضن الدافئ، حضن فاطمة الزهراء. وإذا بعد 50 سنة من هذا التاريخ واقتباسها للكمالات المعنوية من أبيها ومن أخيها الحسن ومن أخيها الحسين، الآن تجد الحسين على الثرى تودعه وداعا لا تراه بعد ذلك، وتراه على الثرى ولم تودعه التراب، ما أودعت الأرض. وبأي حال تسفي عليه السوافي. إذن زينب الليلة مصيبتها مصيبة عظيمة، يعني اليوم لما مشت من كربلاء وتركت الأجساد وودعتهم، ويدلك على عمق الأسى أنها تمنت لو تبقى وتأكلها وحوش البراري، بس ما تفارق الحسين ولا تفارق جسده.
أما لو أكلتني وحوش البراري والحيوانات الضواري لاخترت البقاء عندك على الرحيل عنك، ولكني مأخوذة بالغصب لا بالرضا. متى قالت هالكلام؟ لما سلمت عليه سلام الوداع. السلام عليك في دعة الله في أمان الله يا أبا عبد الله. قالت سكينة عم زينب على من تسلمين؟ قالت أسلم على والدك الحسين. قالت وأين أبي الحسين؟ قالت ها هو ملقى طريح. فألقت بنفسها على أبيها واعتنقت الجسد الطاهر ونادت وأبتاه وقتيلا. هني يقولون الحسين قال الوصية إلى ابنته سكينة كما يقول المقرم السيد عبد الرزاق رحمة الله عليه. يقول هنا خرج الصوت من المنحر: بني سكينة أبلغي شيعتي السلام وأخبريهم أني قتلت ظمآنا عطشانا. أمر اللعين بن ساع جماعة من الأعراب يسحبوها من عند أبيها سحبا ويجروها جرا بكل جفوة وغلاظة، فضربت بالسياط. هذا وزينب تعهدت لأخيها بحفظ الأطفال. آه أنا بنفسي لباري لك إعيالك، والموت لا يرضى بدال ياك. رحنا يا أبو اليم فدالة، يا ويلي يا ويلي لريض يا حادي الضعين. خلنا نودع حسين، ما هي مروي ظل عارب غير تكفي، ما هي مروي نشيل عنا ولا نواريه، جسمه مرضض والترايب سافي عليه، نمشي بلا والي والينا نخليه بالضعم. بالله خبروني القصيد له، ما ترد جوابي الذي تسوق الضعينه، رايح الكوفة لو ترد ابن المدينة. وإن كان يا ظالم عزمكم تأخذونه، بالله درحمها العليل وهالنساء. والله يا أبو السجاد أنا لو خيروني أمشي وعوفك لوم هالبر يتركوني، بس كون أروي قبرك بمدمع عيوني. لو كلتني سباع الضواري يا ضي العين، والحسين صدت والدميع يجري بالخدود. تقعد تقلى يا الذي بالشمس ممدود، وعاين يا خويا متونه من
سياطهم سوء وحادي الضعن طوايا أحوض الشام ماشي أنا ما كان خليت آياك رمي علي التراي لكن شا سوي بهاليتايا ما والغراي يا هو اللي باري هالضعين بهالسباسي واللي على الناقة يوين مغلول ليده وتدري العدو يا حسين ما يرحم عدوه شمر وزجور وسنان ما بيهم مروه واحنا بعد لطف الولي وعطف الأخوة غير الشتم والصوت ما نحصل يا طيبي ولا أنا ولا أنا مهجة ما بقت لابنك ولا أنا ومصابك زلزل الجلمات ولا أنا يا وعدوك من جفتونا ولا أنا علي مقيد وأنا أتستر بيدي نادت ولا ستر لها إلا الحياة وأشعة قد حجبتها بالضياء والشمر يركبها النيا قطع الديا إنسان عيني يا حسين خيا يا أملي وعيق دجماني يا المنظور همت لكي تقضي من توديعه وطرا وقد أبى صوت شمر أن تودعه ففارقته ولكن رأسه معها وغاب عنها ولكن قلبها معه أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بصوتك السر أضلعي